يتملكهم الجشع وليسوا أثرياء مثله. وما زاد الطين بلة أن نظام الإقطاعية بدا يظهر بين أبرز الحكام البريطانيين أصحاب الأراضي الكبار. سادة الحرب استولوا على أقسام من البلاد. الجحافل البربرية التي قمعها الوجود الروماني فترة طويلة استغلت هذا النزاع وتدافعت بأعداد هائلة. جاء قسم منهم من البحر، قسم آخر كان من الإيرلنديين، أتوا واقتحموا الساحل الغربي من بريطانيا كقراصنة. البعض الآخر أتى برا. الإسكتلنديون وقبائل البيكت والشعوب المتنكرون زحفوا من الشمال. اتخذ البريطانيون خطوة جذرية من أجل وضع حد لهذه الموجات البربرية، فاستعانوا ببعض القوة الثقيلة، الجنود المرتزقة الألمانية. تروي القصة أنه في عام 500 تقريبا استدعى البريطانيون الأصليون قوات أنجلو ساكسونية تتولى الدفاع عنهم من قبائل البيكت والإسكتلنديين. لفترة معينة نفذ الجنود المرتزقة ما طلب منهم، إنما بريطانيا كانت بلادا ثرية، وسرعان ما قرر الساكسون الحصول شخصيا على الأراضي الخضر الخصبة، فجازف البريطانيون وشنوا هجوما مرتدا. ثم حصدوا المكافأة، المجازفة التي كانوا قد اتخذوها عندما انقلب المدافعون عليهم وبدأوا بعمليات النهب والسلب ضدهم. فاجتاحت القوات الساكسونية البلاد، وبعد فترة وجيزة خاضت بريطانيا حربا شاملة على الأنجلو ساكسون. بدأت المدن الرومانية العظمى بالسقوط الواحدة تلو الأخرى بيد الغزاة. بدأ أن الخسارة كانت شاملة، إنما وبشكل مفاجئ تقريبا في نهاية القرن الخامس بدا كأن الغزو الساكسوني قد توقف لا بل تراجع. تختلف التفسيرات، إنما ادعي أن رجلا واحدا ما زال الغموض يلف هويته الحقيقية كان المسؤول عن هذا التحول الجذري. ويعتقد العديد أن هذا المنقذ الغامض هو جوهر أسطورة الملك آرثر. لكن إن كان هذا الأمر صحيحا فمن يكون حقيقة ومن أين أتى؟ النظريات كثيرة، إنما ثمة ثلاثة رجال مرجحين وتبدو مواصفاتهم متناسقة مع هذه الشخصية. المرشح الأول كان رجلا شجاعا وقويا، وعندما سحبت القوات قرر بشجاعة كبيرة البقاء والدفاع عن شعبه بالتبني الرومان. المرشح الثاني كان رجلا كثير الأسفار وقائدا جبارا ويتمتع بالقدرة الكافية على جمع أمة متناثرة الأجزاء، هو الملك السامي. والمرشح الثالث تولى الحكم من آخر معقل بريطاني، الدب الضخم الشرير. كل من المرشحين الثلاثة مقنع جدا، لكن أي منهم كان الملك آرثر الحقيقي إن كان له وجود أصلا؟ شكل تحديد هوية آرثر التاريخية قضية تجادل فيها المؤرخون على مدى مئات السنين، في حين أن معظم الأدلة المحتملة التي تعود إلى العصور المظلمة دمرت منذ فترة طويلة ولم يبق منها سوى قطع قليلة. لكن ثمة ثغر كثيرة، يشمل المجموع الإجمالي للأدلة المتعلقة بآرثر صفحات عدة من القصائد وبعض الجداريات المشكوك فيها وصليب ضريح حديديا غامضا يحمل رسالة مثيرة للاهتمام. بعض هذه الأدلة أو واحدة منها قد يشكل إثباتا لوجود آرثر تاريخي حقيقي، لكن من جهة أخرى لعلنا نبحث في المكان الخطأ، أو الأصح في الحقبة الزمنية الخطأ، وقد يكون الدليل الذي يثبت وجود الملك آرثر نصب عينينا. في الحقيقة اسمي آرثر يوثر بندرغن وملقب بالملك آرثر. آرثر هو كاهن درويد من القرن الواحد والعشرين، يدعي أنه تقمص الملك الأصلي، ويتمحور دوره حول حماية الجزيرة وقت الحاجة بخوض نوع جديد من المعارك. كل ما أعرفه أنه عندما تحتاج إليهم بريطانيا بحسب الأسطورة يظهر آرثر، ومن هذا المنطلق أرى وظيفتي حاليا. هل يستطيع آرثر القرن الواحد والعشرين أن يلقي الضوء على هوية ملك الماضي والمستقبل؟ أو أن هناك جزءا آخر من الغموض؟ من الأفضل أن نبحث في الدليل بعمق أكبر ونحاول معرفة أين تنتهي الوقائع وأين يبدأ الخيال.
من أجل فصل الحقيقة عن الخيال لابد من اتباع سلسلة الأدلة منذ البدء. ذكر اسم آرثر أول مرة في قصيدة تعود إلى العصور المظلمة تمتدح مجموعة محاربين أقوياء. تشبه أحد المحاربين برجل يدعى آرثر، ويبدو أن الرجل الذي يدعى آرثر كان آرثر ملك الأسطورة. إنما أتوا على ذكر اسم آرثر مرور الكرام. هذا مجرد كلام يشير إلى أنه كان له وجود تاريخيا. ألفت القصيدة في العصور الوسطى، أي بعد مرور مئات السنين. وفي هذه الحال هذا مجرد أسلوب تعزيز للقصيدة ردا على شهرة آرثر الجديدة. لم يذكر الملك آرثر صراحة إلا بعد 300 سنة في كتاب ألفه راهب يعتقد أن اسمه نينيوس. تظهر لنا مؤلفات نينيوس التي تعود إلى مطلع القرن التاسع أن آرثر كان اقتباسا من كلامه المترجم إلى الإنجليزية قائد المعركة. بهذا الدور قاد آرثر البريطانيين في سلسلة معارك ضارية بلغ عددها 12 معركة، حقق فيها الانتصار في النهاية بحمام من الدم يعرف بمعركة ماونت بيدن. في هذه المعركة يقال إن آرثر ذبح 960 رجلا بمفرده. يزعم أن هذا الانتصار أخر القوات الساكسونية عن الهجوم 40 سنة وأوقف غزوهم، إلا أن الأهم بالنسبة إلينا أنه يضع الملك آرثر في إطار مرجعي محدد. معركة ماونت بيدن وقعت بالفعل، كانت معركة شكلت جزءا من التاريخ الحقيقي. استنادا إلى المراجع التاريخية الأخرى يمكن القول إن تاريخ معركة ماونت بيدن تعود إلى مطلع القرن السادس. إذن أصبحنا نعرف الآن الحقبة الزمنية التي عاش فيها آرثر. على الأرجح إنما هذا كل شيء. كما نعرف لم تظهر الأسطورة إلا في القرن الخامس عشر في رواية السير توماس مالوري بعنوان لمور دارتور. في هذه الرواية ظهر آرثر كالقائد المهيب. كان فرسان الطاولة المستديرة نماذج للفضيلة، انطلقوا بعملية السعي الأسمى والبحث عن الكأس المقدسة. حارب السيف إكسكاليبر المجيد أعداء آرثر الفانيين، بينما قاتل ميرلين أعداءه السحريين. كانت كل الأمور تجري على أفضل حال في قصر كاميلوت، وفجأة انهار كل شيء. تعرض آرثر للخيانة من قبل زوجته الجميلة غوينفيير عندما أغرمت بلانسلوت الفارس الذي يثق به آرثر أكثر من سواه. علاقتهما غير الشرعية دمرت الطاولة المستديرة، فتدخل أعداء آرثر بسرعة كبيرة واستولى ابن ألد أعدائه المشعوذة مورغانا على عرش بريطانيا. أصيب آرثر بجرح بالغ في المعركة فانتقل إلى أفالون ولم يره أحد من جديد، وهنا تنتهي الخرافة. لكن أين ينتهي التاريخ وأين تبدأ الحركة الشعرية؟ في الحقيقة كل هذه الأحداث شبه خرافية. بداية ثمة صورة لفارس مدجج بالدروع يشن هجوما من قصر ضخم شاهرا سيفا طويلا وخطرا. وفقا للخبير بالأسلحة مارك جريفن لم يحصل ذلك على الإطلاق. لن تظهر الدروع ذات الصفائح المعدنية إلا بعد 1000 سنة تقريبا من الزمن الذي عاش فيه الملك آرثر. بدلا من ذلك أكثر درع متطورة ارتداها ملك في القرن الخامس كانت درعا جاهزة ومستعملة. الملابس كانت من العهد الروماني، وبالتالي نحن نبحث عن دروع مبطنة بالجلد. وربما بعض الزرادات أضيفت إلى هذا النوع من الدروع، وهذا ليس كل شيء، فالقصور الحجرية الضخمة لم تكن قد ابتكرت بعد. إذا كان قصر كاميلوت موجود فينبغي ألا يكون مزودا بجدران حجرية ضخمة ولم تكن له أبراج ذات سقوف مسننة. بدلا من ذلك منزل ملك في القرن الخامس أقرب أن يكون بيتا عاديا من الخشب، وليس بالضرورة أن يكون ضخما من حيث الحجم، لكن على الأقل كان آرثر يملك سيفه الموثوق به لحمايته أم لا؟ لم يكن سيف الملك آرثر سيف القرون الوسطى العريضة المحببة الحافلة بالروايات والأفلام والبرامج التلفزيونية، لأنها مجددا تعود إلى القرن الخامس عشر. سيف ملك من القرن الخامس كان على الأرجح أقصر وغير مزود بقاطع عنواق، وكان يتمتع بقيمة رمزية كبيرة. في الماضي القديم في عام 500 ميلاديا لم تكن أهمية ملوك بريطانيا تتركز على التاج كالذي كان يحمله ملوك القرون الوسطى، إنما على السيف، فالسيف كان رمز سلطة الملك.
من الواضح أن مواصفات مظهر آرثر ورفاقه لم تكن دقيقة جدا، إلا أن الإضافات التجميلية لم تتوقف هنا. يدرس الدكتور ريتشارد باربر أدب العصور المظلمة والملك آرثر منذ الخمسينيات، ويفسر أن إضافات كثيرة انصبت على هذه الرواية على مر السنين. الفكرة الرئيسية حول قصة آرثر تنطلق من فكرة شخصية تاريخية مبهمة، وبالتالي من الممكن إضافة تغييرات كثيرة عليها باستمرار. التغييرات عكست مواضيع شهيرة تعود إلى القرون الوسطى، ومنها فساد الأخلاق والأماكن المقدسة والسحر الأسود، لكن هذه النقاط البارزة حول مجريات الأحداث لم تكن جزءا من القصة الأصلية. لم يكن أحد من عهد آرثر يكتب عنه، وبالتالي نبدأ من ثغرة كبيرة بالغة الأهمية. لكن حدثا بالغ الأهمية قد حل. بعد مئات السنين من الغزوات والحروب هدأت الأجواء أخيرا في بريطانيا. لن نتكلم عن مجتمع يناضل من أجل البقاء، إنما نحن بصدد ثقافة كاملة حصلت كنتيجة، ومن هنا يأتي مؤلفو الروايات الرومانسية. ومؤلفو الروايات في القرون الوسطى هم من قرروا إضفاء بعض الأجواء على أسطورة الملك آرثر، والمثال على ذلك موضوع البحث عن الكأس المقدسة. وفقا للأسطورة أرسل الملك آرثر فرسانه للبحث عن كأس المسيح. على الأرجح أن هذه الحكاية لم تلفت البريطانيين في القرن السادس الذين كانوا يناضلون في سبيل البقاء على قيد الحياة، لكن بعد 600 سنة مع انتشار الديانة المسيحية بدأ موضوع الكأس يلفت الأنظار. تتضمن الروايات الرومانسية عددا هائلا من المواضيع الروحية، والغريب هو إدراج اللاهوت في الروايات الشعبية، لكن لا بد من أن نتذكر أن هذا الموضوع كان أساسيا بالنسبة إلى الشعب، والذهاب إلى الكنيسة كان أبرز عمل بالنسبة إليهم. وبالتالي تم تعديل رواية آرثر بالمواضيع الدينية بهدف تعزيز جذبها لقراء القرون الوسطى. يعتقد المؤرخ رونالد هاتن أن هذا الواقع ينطبق أيضا على فساد أخلاق بعض الشخصيات من أمثال لانسيلوت وغوينفير. وبرزت هذه الواقعة في مجتمع الشعراء الجوالين والقرون الوسطى والبلاط الملكي الذين سعوا لكتابة قصص عن مشكلات الإثارة والحضارة لأناس أمثالهم. ومن جهة أخرى على الأرجح أن جمهور عصر الظلام لم يهتموا بالوسائل الترفيهية، فإذا كان المسلسل العاطفي ومظاهر القوة من الافتراءات، فماذا عن الألعاب النارية والسحر؟ لنفترض أن السحر في القرون المظلمة لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم، ففي استطاعتنا على الفور التغاضي عن قصص الأحجار السحرية والنساء اللواتي يعشن في البحيرات. لكن إذا لم تكن هذه القصص روايات موثوقا بها عن أحداث واقعية، فما هي إذن؟ في استطاعتنا أيضا إيجاد إشارات إلى جذور هذه الأساطير في الحياة آنذاك. لنأخذ حكاية السيف المستخرج من الحجر مثلا. يفترض أن يكون الشاب آرثر سحب سيفا مسحورا من صخرة حجرية، وبالتالي أكد حقه في أن يتوج ملكا على البريطانيين. في الواقع ثمة أساس لهذه الحقيقة. إذا أردنا إيجاد بعض الواقعية في هذه الأحداث، فيجب أن نتذكر أننا نحصل على السيوف من الحجر عند صنعها، لأنها تسبك من خلال سكب المعدن المنصهر بالقوالب الحجرية، ثم تنزع السبيكة من القوالب وتحصل على سيف صنع من الحجر. ثم تفسير مماثل لحكاية سيدة البحيرة. بحسب الأسطورة في مطلع حياته المهنية كسر آرثر السيف الذي سحبه من الحجر، فقامت روح مائية سحرية اسمها سيدة البحيرة باستبداله بالسيف الأسطوري المعروف بإكسكاليبر. تبدو هذه القصة زائفة تماما، لكن المثير للاهتمام أنه وفقا للمؤلفين الرومان كان لدى الشعب السلتي عادة بارزة. خلال الجنازات كان يرمى شيء ثمين يخص الملك، وغالبا ما يكون سيفه، في بحيرة مقدسة أو نهر أو أي جسم مائي كتقدمة لإلهة الماء. فعلى الأرجح أن يكون سيف المستخرج من الحجر وسيدة البحيرة من بقايا أوهام عصر الظلام وتقاليده. تبدو قوى ميرلين الخارقة وناقضته الخبيثة مورغانا أيضا غير قابلة للتصديق، ولكن ثمة تفسيرات مماثلة لوجودها، على الرغم من أن جذورهم أقل واقعية مما هي أسطورية.
يرجح أن تكون شخصية ميرلين مبنية على رجل يدعى ميردن، كان رجلا متوحشا أتى من الفولكلور الويلزي. ميرلين الأساسي المزعوم أتى على الأقل بعد جيل من عهد آرثر، هو محارب يفقد صوابه ويكتسب بجنونه قدرة على النبوة. هذه حكاية عظيمة، إنما بعيدة جدا عن أسطورة الملك آرثر من حيث التسلسل الزمني. قد تكون مورغانا مستمدة من جذور أسطورية غير مترابطة أيضا. كانت هناك إلهة سلتية قديمة اسمها المورغان، كانت بالأساس إلهة السحر إذا صح التعبير، ومن الممكن أن تكون قصة هذه الإلهة مورغان قد نسجت بحكاية الملك آرثر بطريقة أو بأخرى، وأصبحت حكاية مورغان لوفاي أو مورغانا. يرجح أن تكون المظاهر السحرية في حكاية الملك آرثر قد أخذت مباشرة من الفولكلور الشعبي. هل بقيت أي أحداث من الأسطورة لا تفسر باعتبارها إضافات من القرون الوسطى؟ حالما نزيل كل الزخرفات المبهرجة نصل إلى الجوهر الأساسي للملك آرثر، محارب قوي من عصر الظلام. تشير الأدلة إلى أنه عاش عام 500 ميلاديا تقريبا، كان قائدا عسكريا، خاض معركة ماونت بايدن ووضع حدا لغزو ساحق. لكن هل تصف هذه التفاصيل الواضحة أي من المرشحين الثلاثة؟ سنبدأ بمعركة ماونت بايدن. ما من دلائل مؤكدة تشير إلى وجود رجل اسمه آرثر في هذه المعركة، إنما ثمة رجل يبدو أن قصته حصلت خلال زمن هزيمة ساكسون. تجري أحداث القصة في كتاب تم تأليفه في القرن السادس، تصف قائدا عظيما حشد البريطانيين وهزم القوات الساكسونية، اسمه أمبروزيوس أوريلانيوس وكان رومانيا. على الأقل يربط أحد النصوص القديمة اسمه بالانتصار في ماونت بايدن، لكن عدا ذلك لا نعرف شيئا عنه، على الأقل لا شيء يتعلق بأسطورة الملك آرثر. لكن ثمة رجل روماني آخر قد تختلط إنجازاته العسكرية بقصة أوريلانيوس، أرتوريوس كاستوس، الاسم اللاتيني لآرثر. كان ضابطا رومانيا يخدم في بريطانيا في القرن الثاني، بالتالي يكون أصغر بـ400 سنة ليكون قاتل ساكسون. لكن على مر السنين تبين وجود ترابط بين بعض أساطير آرثر بأرتوريوس، وسبب هذا الترابط يعود إلى انتمائه إلى فرقة جنود خيالة تعرف بالسومرية. الدكتورة ليندا مالكور خبيرة بالدراسات الآرثرية تلقي الضوء على المسألة. كانوا يحملون دروعا مصفحة وسيوفا طويلة يقاتلون بها من على ظهر الأحصنة، وكانوا يحملون راية الملك تحمل صورة رأس تنين في مقدم وحداتهم أثناء خوضهم المعارك، كانوا يشبهون فرسان القرون الوسطى. اشتهر السومريون بعبادتهم سيفا علقة في الأرض في أثناء ممارسة بعض الطقوس الدينية. إضافة إلى ذلك تأتي الأساطير السومرية على ذكر محارب عظيم استخدم سيفا قاهرا بواسطة طقوس سحرية متعلقة بالماء، هذا يشبه كثيرا قصة إكسكاليبر. الاسم، الصفات والسيف، كل هذه المقومات تشير إلى الملك آرثر، إلا أن هناك فرق 400 سنة. لكن لا يتفق الجميع على أن الملك آرثر كان روماني الأصل، فالباحث المتخصص بالتقاليد الآرثرية جيفري آش يجري بحوثا عن آرثر منذ 50 سنة، وبعد عشرات السنين من معاينة الأدلة القديمة يعتقد أنه حصل على معلومات مهمة حول حقيقة هوية آرثر. يراهن على حاكم يعود إلى عصر الظلام يدعى ريو تاموس. هذا الملك عالي الشأن هو مرشحنا الثاني، وهو يملك بعض المواصفات الملائمة. حقق إنجازات كثيرة كان يفترض أن يكون آرثر قد حققها. تثبت الوثائق التاريخية أنه عاش في الحقبة الزمنية المناسبة، لكن بالنسبة إلى آش العامل الحاسم هو بعثة ريو تاموس الشهيرة لما يعرف اليوم بفرنسا الحديثة. قصد تلك البلاد بمهمة إنقاذية هي مساعدة إحدى الإمبراطورية الرومانية على محاربة الجيش البربري. استدعي الملك من بريطانيا مع جيش بأعداد هائلة عبر القناة وقاتل القوط. مبدئيا يبدو هذا الأمر غير مهم البتة، إنما الملك آرثر قام بالفعل أسفارا عدة،
وليس إلى أماكن عادية مثل ريو تاموس، سافر إلى فرنسا. انتهت حملة ريو تاموس بالهزيمة نتيجة خيانة كبيرة. وتقريبا هذا ما حصل مع الملك آرثر. وفقا للأسطورة ترك فارسا يدعى موردريد ليتولى حراسة قصر كاميلوت، إنما موردريد كان عميلا مزدوجا وكان في الحقيقة ابن المشعوذة مورغانا. وموردريد الخائن هو من استولى على العرش وتسبب بجرح آرثر المميت. هذه الإصابة أرغمت آرثر على الرحيل إلى أفالون الأسطورية، وهنا مجددا نلاحظ تقاربا بين آرثر وريو تاموس. فريو تاموس اختفى بعد وقت قصير من تعرضه للخيانة، وآخر مرة شوهد فيها كانت في موقع مثير للفضول. عند إلقاء نظرة تاريخية سريعة على حياته ندرك أنه كان متجها إلى بورغندي، وهي منطقة تتضمن فعلا مدينة اسمها أفالون. هل مدينة أفالون هذه مصدر الوحي الحقيقي للجزيرة الأسطورية؟ تحمل قصة ريو تاموس شبها كبيرا لأسطورة آرثر، والمفارقة الوحيدة فيها هي الاسم. مهما راجعنا الأحداث فريو تاموس ليس آرثر على الإطلاق، ولكن لدى آش تفسير لذلك. كان يعرف باسم ريو تاموس، ويبدو أن هذا لقب، ويعني اللقب الذي كان الإيرلنديون يطلقونه على الملك السامي أو الملك الأعلى. إذا كان ريو تاموس مجرد لقب مهني، أيعقل أن يكون اسمه الحقيقي آرثر؟ هل يعقل أن ريو تاموس كان الجوهر الأساسي للملك الأسطوري؟ هذا ممكن، لكن من المؤكد أن الملك آرثر الحقيقي يفترض أن يكون بطلا قوميا صنع مجده بالقتال في إنجلترا لا في فرنسا. يميل جراهام فيليبس إلى الموافقة، ويعتقد أن ليس هناك ما يدعو إلى النظر فيما بعد حلول البحار لإيجاد دليل حول وجود آرثر، فهو موجود بالاسم ذاته. لهذا يراهن على ملك من القرن الخامس يجوز أن يكون قد حكم أحد المدن التي كانت خاضعة للسيطرة البريطانية آنذاك. خلال العهد الروماني كانت المدن الأربع الأبرز في البلاد لندن، لينكولن، يورك، ومدينة أخيرة اسمها فيروكونيوم. مدن لندن، لينكولن، ويورك كلها سقطت بيد الهمجيين، وأصبحت بالتالي مدينة فيروكونيوم آخر معقل للبريطانيين. يبقى السؤال، من حكم من فيروكونيوم؟ بدأ جراهام يبحث في دراسات الأنساب. يتبين لنا من خلال الدراسات أن الرجل الذي حكم من فيروكونيوم عام 500 ميلاديا تقريبا كان يدعى أوين فان جوين. في البدء بدأ الأمر وكأنه طريق مسدود، الملك آرثر والملك أوين ليسا شخص نفسه. لكن اللافت أن محاربين بريطانيين كثيرين اعتمدوا أسماء حيوانات تمثل نوعا ما براعتهم في القتال، مثل الكلب والثعلب وغيرهما، وهذا الرجل أوين فان جوين كان يحمل لقب الدب. في البدء تبدو العلاقة بينهما غير واضحة، لكن إجراء تحليل سريع للغة ويلز الحديثة المتحدرة من اللغة القديمة للبريطانيين كشف مصادفة غريبة جدا. كلمة الدب باللغة الويلزية هي أرث، والكلمة اللاتينية هي أورسوس، وسويا تقدمان دليلا مهما. وبالتالي تم تقصير كلمة آرثورسس فصار اسمه آرثر. لم يبقى كثير من مدينة فيروكونيوم، إنما يمكن أن يكون لدى الدب تراث من نوع آخر. فالأسطورة تقول إن الملك آرثر هو ملك الماضي والمستقبل، بمعنى أنه سوف يرجع يوما ما ليستعيد عرشه. يمكن أن يكون هذا الأمر مجرد قسم وهمي من الأسطورة، لكن قد يكون دليلا بالغ الأهمية من حيث علم الأنساب، فأجرى جراهام بحثا معمقا. حالفنا الحظ في قضية أوين فاندجوين، لأننا نعرف من خلال علم الأنساب أنه كان لديه ابن. لا شك في أن المتحدرين من هذا الابن تزوجوا من أسرة عريقة من القرون الوسطى، والمتحدرون مباشرة منهم كانوا أفراد أسرة سبنسر. وعائلة سبنسر أنجبت إحدى أشهر ملكات العصر الحديث، الأميرة ديانا. وبالطبع ابنها ويليام هو ولي العهد المقبل لاعتلاء العرش. وبالتالي إذا كان الدب هو الملك آرثر الحقيقي، فابن ديانا الأمير ويليامز يكون متحدرا مباشرة منه. والمهم في الأمر أن اسمه الأوسط آرثر. روماني، الملك الأسمى أو الدب. النظريات حول حقيقة هوية الملك آرثر عديدة جدا، وكل واحدة منها مقنعة على طريقتها الخاصة.
لا أهمية لها إلا عند توافر الأدلة. لا شك في أن الوثائق القديمة مفيدة جدا، فهي تساعدنا على العثور على دليل حسي مثل مكان ولادة، منزل أو قبر. كما سبق ورأينا، الوثائق التاريخية المتوافرة لا تزودنا بمعلومات كافية. لا أعتقد أنها ستزودنا بمعلومات أكثر من التي حصلنا عليها، إنما علم الآثار يكشف يوما بعد يوم معلومات حول أسلوب حياة شعب آرثر. قد يكون علم الآثار أفضل أمل لنا لتحديد هوية آرثر، وأفضل نقطة للانطلاق هي البحث عن قصره. إلا أن هذا الأمر ليس سهلا كما يبدو عليه. أشهر منافس لمعقل كاميلوت الأسطوري هو قصر كادبري. إنما ولسوء الحظ لا يتضمن أبراجا ولا خنادق. في الحقيقة اليوم ما من حجر واحد ظاهر على الإطلاق. هذه ليست قلعة من القرون الوسطى، إنما هي تل محصن بالمتاريس الترابية. إذا تذكرنا أن قلعة آرثر كانت بالواقع بيتا من الخشب، قد تكون أعمال التنقيب التي جرت في الستينيات أظهرت بعض الاكتشافات المهمة. وأظهرت عمليات التنقيب أن التحصينات تمت في عهد آرثر تقريبا، وتبين وجود ثقوب كثيرة مخصصة للأوتاد بالداخل، ربما تشكل قاعة ولائم ضخمة تليق بقائد مماثل. إذا كان آرثر حقيقيا بالفعل يكون بحاجة إلى قلعة، ويبدو أنه تم ترميم قلعة كادبري بشكل مكثف في الفترة الزمنية المناسبة. قلعة كاميلوت الحقيقية معقولة ظاهريا، لكن توجد مشكلة. لا وجود لأي رابط فعلي مع آرثر نفسه على الإطلاق. لا شيء سوى تقليد محلي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. إقامة هذا الترابط مع آرثر يتطلب منا إيجاد دليل حسي أكثر أو دليل خاص وفريد في نوعه، كحكاية شهيرة على سبيل المثال. قد يحالفنا الحظ هنا. على مسافة قصيرة من كادبري ثمة آثار قلعة وينشستر الشهيرة، وعلى أحد جدران القلعة علقت طاولة مستديرة ضخمة جدا وقديمة كثيرا. هذه تحفة مهمة يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتتسع لكل فرسان آرثر. إنما ولسوء الحظ ليست الطاولة المستديرة المطلوبة، فتحاليل تحديد عمر الكربون التي أجريت في السبعينيات بيّنت أنه تم صنعها في القرن الثالث عشر، أي بعد 800 سنة تقريبا. هذه مجددا أسطورة جديدة. إن كان هذا الأمر صحيحا فمن الممكن أن تكون كاميلوت في أي مكان، إنما إذا كان موقع قلعة آرثر غامضا فموقع مكان ولادته الأسطوري ليس بغامض. من المفترض أن يكون في قلعة تنتاجل على الساحل الغربي من مقاطعة كورنوول. لسوء الحظ وعلى غرار أجزاء كثيرة من الأسطورة، لم يتم ذكر موقع مسقط رأس آرثر إلا بعد 600 سنة من مماته. فمن السهل بالتالي أن نقول إنها قصة قديمة مرتبطة بموقع ولا يتعلق فيه أبدا، ولا يوجد أي دليل يثبت وجوده. مثل قلعة كادبري لم يتبقى سوى القليل من البنية الأساسية، ويعود تاريخ هذه الآثار المدهشة هنا إلى القرن الثالث عشر فقط. لم يتبقى من بنى العصور المظلمة سوى بعض الأساسات الحجرية المكسوة بالأعشاب. لكن على الرغم من عدم توافر الكثير للاستمرار، لدينا معلومات كافية. وهناك أمر مهم جدا، فدراسات الآثار أظهرت مؤخرا أن تنتاجل كانت موقعا ملكيا عظيما في عهد الملك آرثر تحديدا. هل يعقل أنها كانت موقع ولادة ملك صغير؟ خلال أعمال التنقيب عثر علماء الآثار على قطعة حجرية نقشت عليها أحرف اسم قرئت بصعوبة، وهي ألف راء وتاء. هل هذا دليل يثبت وجود الملك الصغير؟ لسوء الحظ لم تقدم تنتاجل أي تفاصيل أخرى. لكن ماذا عن الطرف الآخر من حياة آرثر؟ مقبرته. تشير الأسطورة إلى أن آرثر المصاب بجرح مميت نقل بحرا إلى جزيرة أفالون، المعروفة أيضا بلقب جزيرة التفاح.
ولم يعد قط. باستبعاد المساعدة الطبية وتعذر الإنعاش بواسطة السحر، توفي آرثر هناك. لذا إن أردنا إيجاد مقبرته فالمكان الملائم هو أفالون. إنما تبين أن بريطانيا الحديثة لا تتضمن أي مدينة اسمها أفالون. لكن الأمل لم يمحى نهائيا، بحيث وردتنا معلومات من مدينة غلاستونبري. هذا البرج حديث نوعا ما، إلا أن تاريخ غلاستونبري يعود إلى زمن بعيد جدا. موقعه غريب جدا، وسط مجموعة تلال، لكن كان يطلق عليها اسم جزيرة أفالون. إنما هناك مشكلة واضحة، فهذه الأفالون ليست جزيرة على الإطلاق. لكن أدلة علماء الأثار تشير إلى أنه في القرن الخامس كانت غلاستونبري محاطة ببحيرة وبمستنقع مسافة كيلومترات. والأفضل أن هذه المنطقة كانت تشير لمئات السنين بتفاحها الأحمر اللذيذ. هذه صدفة مهمة، إنما لا تشكل دليلا قاطعا. لكن قبل 900 سنة تقريبا، أو كما تقول القصة، تم الكشف أخيرا عن دليل حاسم. ففي عام 1191 طلق الكهنة في غلاستونبري معلومات مهمة تفيد بأن ملكا شهيرا دفن في مقبرتهم، فحملوا رفوشهم وبدأوا عملية الحفر. حفروا عميقا وعثروا على تابوت من الخام مصنوع من جذع شجرة أجوف. وفي الداخل وجدوا هيكلين عظميين لفتاة شعرها أشقر ولرجل ضخم يحمل أثار جرح مميت في الرأس. والأهم أنهم وجدوا شاهد قبر على شكل صليب. لإزالة أي شك في الموضوع، أكد الكهنة أنهم رأوا على التابوت صليبا من الرصاص نقشت عليه كتابة معينة. هنا يرقد جثمان الملك آرثر الشهير المدفون في أفالون. وأخيرا ظهر دليل ملموس يثبت صحة وجود آرثر. البحث عن الملك الأسطوري انتهى، أو لم ينتهي. فيما يتعلق بتأكيد الدليل على وجود الملك آرثر، فقد تكون قصة غلاستونبري مضللة. تم توثيق اكتشاف القبر بدقة عالية جدا، وأجريت سلسلة تحليلات لشاهد القبر الذي على شكل صليب. إلا أن الدليل المادي، أي العظام والتابوت والصليب الأصلي، اختفت كلها. وليس في استطاعتنا اليوم سوى الاعتماد على التحاليل التي أجريت على الصليب قبل اختفائه، وحتى من المستحيل إثبات صحتها. ولكن فرضا أنها صحيحة، ما المعلومات التي يقدمها الصليب؟ النص مكتوب بالشكل القديم من اللغة اللاتينية كما توقعنا أن نرى على شاهد قبر آرثر. هذا الأمر لا يساعدنا كثيرا، إنما يقدم لنا فرصة لتحديد تاريخ النقوش. أشكال أحرف الأبجدية التي نستعملها اليوم شهدت تغييرات كثيرة على مر آلاف السنين. فإذا تمكنا من تحديد أشكال الأحرف المستخدمة، أصبح في وسعنا تحديد الحقبة الزمنية التي كتبت فيها النقوش. لسوء الحظ، حرفان نون والسين على الصليب كتبا بأسلوب لم يستخدم إلا بعد فترة طويلة من عهد آرثر. هذا يعني أن من المستحيل أن يكون الصليب قد صنع في القرن السادس، وبالتالي لا شك في أنه كان مزورا. لكن ما السبب الذي يدفع بكهنة في القرن الحادي عشر إلى تزوير مقبرة آرثر؟ السجلات في الدير أظهرت دافعا محتملا. غلاستونبري كان أغنى وأهم دير في كل أنحاء إنجلترا، والدير المفضل لدى كل الملوك البريطانيين الأصليين، وبدأ يشهد المتاعب في القرن الثاني عشر، فاحترق بشكل تام قضاء وقدرا. كان على الكهنة إعادة بنائه لئلا يخسروا مكانتهم كأبرز دير قائم. كانوا بحاجة إلى الأموال بأسرع ما يمكن، ولم يكن الملك مكترثا للأمر. الأموال التي كانوا بحاجة إليها كانت من النوع الذي يتبرع به الحجاج لزيارة مقبرة شهيرة. فبدأ الكهنة عملية الحفر. فادعوا بأنهم وجدوا جثة آرثر في المكان، فحصل الكهنة على المبلغ المراد، وتوافد السياح وازدهر دير غلاستونبري.
مع اختفاء العظام وتأكيد تزوير الصليب، بدأت فكرة مقبرة آرثر تفقد أهميتها. لم تظهر اللوحة الحجرية في تنتاجل أي غش، ويعود تاريخ النقوش عليها بالفعل إلى القرن السادس تقريبا، إنما لسوء الحظ هذا غير كاف. اللوح الحجري في تنتاجل مهم جدا ويعد اكتشافا عظيما، لكنه لا يؤكد وجود آرثر التاريخي. تلفظ ترجمة الاسم المذكور على اللوح آرثنو، وعلى الرغم من وجود وجه شبه كبير بين الاسمين إلا أنه ليس آرثر. أم تراهم كانوا ينادون الملك آرثر بالاسم الخطأ طوال 1500 سنة، أم أن اللوح يشير إلى شخص مختلف؟ يبدو أن الدليل الحاسم حول وجود الملك الأسطوري سريع الزوال كما السحب التي تغطي بلاده. من دون أي دليل مكتوب أو إثبات أثري، علينا فقط الاكتفاء بالمعلومات التي نستطيع استخلاصها من سجلات الرجال المرجحين الثلاثة، وعلى الرغم من ذلك المعلومات ناقصة. ومن الممكن أن يكون ريوتاموس هو الملك الأسطوري، فلدى بعض المؤرخين مأخذ على سوء ترجمة لقبه. إنما ذلك كان مجرد اسم ولا داعي إلى ترجمته إلى عبارة. أما باقي القضية فموضع نزاع أيضا. اشتهر ريوتاموس بمقاتلة الهمجيين إلى جانب الجيش الروماني، أما آرثر فلا. هذا اختيار غريب، كان رجلا بريطانيا وكان يقوم ببعض الأعمال العسكرية التي نسبت إليه، فتحول إلى آرثر. هذا من نسج الخيال. في الحقيقة من غير الواضح حتى إن كان ريوتاموس بريطانيا الأصل. يعتقد البعض أنه على الأرجح كان في فرنسا ليس بسبب حملته، إنما لأنه كان يقيم في البلاد. فمن الواقعي أن يكون قد سافر إلى وسط فرنسا، وبالتالي هذا احتمال مرجح، إلا أننا غير متأكدين تماما من الأمر. وإن كان ريوتاموس والملك آرثر الرجل نفسه، فما سبب غياب أي رابط تاريخي واضح بينهما؟ ببساطة لأن على الأرجح ريوتاموس لم يكن آرثر. ولم يكن الرومانية أيضا، لأنه سبق أن شرحنا أن أرتوريوس كاستوس قائد فرقة الخيالة السومريين عاش قبل 400 سنة. لكن لسوء الحظ المرشح الروماني الثاني أمبروزيوس أوريلانيوس عاش في زمن قديم أيضا. أمبروزيوس كان في قمة عطائه في مطلع القرن الخامس، ما يعني أنه كان في السبعين من عمره على الأقل عندما جرت معركة ماونت بيدن في مطلع القرن السادس. معدل الحياة في عصر الظلام كان يتراوح من 35 إلى 40 عاما كحد أقصى، فمن المستبعد بالتالي أن يكون أمبروزيوس على قيد الحياة خلال معركة ماونت بيدن، فكيف بالأحرى أن يكون بطلا محاربا مشهورا؟ إن كان الملك آرثر موجودا فعلا، فبالتأكيد أنه لم يكن رومانيا، وبالتالي يبقى لدينا الملك أوين الدب. إنما لسوء الحظ لا تتوافر أدلة كافية لدعم هذه النظرية. عاش في المكان المناسب وفي الزمن المناسب حاملا الاسم المناسب، إلا أنه تبين عدم وجود أي دليل قاطع يثبت أن هذا هو اسمه الحقيقي. الدب كان الاسم المستعار لأحد ملوك العصور المظلمة، لكنه كان ابن أوين. ومؤلفو الروايات في القرون الوسطى هم من قرروا إضفاء بعض الأجواء على أسطورة الملك آرثر، والمثال على ذلك موضوع البحث عن الكأس المقدسة. وفقا للأسطورة أرسل الملك آرثر فرسانه للبحث عن كأس المسيح. على الأرجح أن هذه الحكاية لم تلفت البريطانيين في القرن السادس الذين كانوا يناضلون في سبيل البقاء على قيد الحياة، لكن بعد 600 سنة مع انتشار الديانة المسيحية بدأ موضوع الكأس يلفت الأنظار. تتضمن الروايات الرومانسية عددا هائلا من المواضيع الروحية، والغريب هو إدراج اللاهوت في الروايات الشعبية، لكن لا بد من أن نتذكر أن هذا الموضوع كان أساسيا بالنسبة إلى الشعب، والذهاب إلى الكنيسة كان أبرز عمل بالنسبة إليهم.
وبالتالي تم تعديل رواية آرثر بالمواضيع الدينية بهدف تعزيز جذبها لقراء القرون الوسطى. يعتقد المؤرخ رونالد هاتن أن هذا الواقع ينطبق أيضا على فساد أخلاق بعض الشخصيات من أمثال لانسيلوت وغوينفير. وبرزت هذه الواقعة في مجتمع الشعراء الجوالين والقرون الوسطى والبلاط الملكي الذين سعوا لكتابة قصص عن مشكلات الإثارة والحضارة لأناس أمثالهم. ومن جهة أخرى، على الأرجح أن جمهور عصر الظلام لم يهتموا بالوسائل الترفيهية، فإذا كان المسلسل العاطفي ومظاهر القوة من الافتراءات، فماذا عن الألعاب النارية والسحر؟ لنفترض أن السحر في القرون المظلمة لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم، ففي استطاعتنا على الفور التغاضي عن قصص الأحجار السحرية والنساء اللواتي يعشن في البحيرات. لكن إذا لم تكن هذه القصص روايات موثوقا بها عن أحداث واقعية، فما هي إذن؟ في استطاعتنا أيضا إيجاد إشارات إلى جذور هذه الأساطير في الحياة آنذاك. لنأخذ حكاية السيف المستخرج من الحجر مثلا. يفترض أن يكون الشاب آرثر سحب سيفا مسحورا من صخرة حجرية، وبالتالي أكد حقه في أن يتوج ملكا على البريطانيين. في الواقع ثمة أساس لهذه الحقيقة. إذا أردنا إيجاد بعض الواقعية في هذه الأحداث، فيجب أن نتذكر أننا نحصل على السيوف من الحجر عند صنعها، لأنها تسبك من خلال سكب المعدن المنصهر بالقوالب الحجرية، ثم تنزع السبيكة من القوالب وتحصل على سيف صنع من الحجر. ثم تفسير مماثل لحكاية سيدة البحيرة. بحسب الأسطورة، في مطلع حياته المهنية كسر آثر السيف الذي سحبه من الحجر، فقامت روح مائية سحرية اسمها سيدة البحيرة باستبداله بالسيف الأسطوري المعروف بإكسكاليبر. تبدو هذه القصة زائفة تماما، لكن المثير للاهتمام أنه وفقا للمؤلفين الرومان كان لدى الشعب السلتي عادة بارزة. خلال الجنازات كان يرمى شيء ثمين يخص الملك، وغالبا ما يكون سيفا. مئات السنين. في حين أن معظم الأدلة المحتملة التي تعود إلى العصور المظلمة دمرت منذ فترة طويلة ولم يبق منها سوى قطع قليلة، لكن ثمة ثغر كثيرة. يشمل المجموع الإجمالي للأدلة المتعلقة بآرثر صفحات عدة من القصائد وبعض الجداريات المشكوك فيها وصليب ضريح حديديا غامضا يحمل رسالة مثيرة للاهتمام. بعض هذه الأدلة أو واحدة منها قد يشكل إثباتا لوجود آرثر تاريخي حقيقي، لكن من جهة أخرى لعلنا نبحث في المكان الخطأ، أو الأصح في الحقبة الزمنية الخطأ، وقد يكون الدليل الذي يثبت وجود الملك آرثر نصب عينينا. في الحقيقة اسمي آرثر يوثر بندرغن وملقب بالملك آرثر. آرثر هو كاهن درويد من القرن 21، يدعي أنه تقمص الملك الأصلي، ويتمحور دوره حول حماية الجزيرة وقت الحاجة بخوض نوع جديد من المعارك. كل ما أعرفه أنه عندما تحتاج إليهم بريطانيا بحسب الأسطورة يظهر آرثر، ومن هذا المنطلق أرى وظيفتي حاليا. هل يستطيع آرثر القرن 21 أن يلقي الضوء على هوية ملك الماضي والمستقبل؟ أو أن هناك جزءا آخر من الغموض؟ من الأفضل أن نبحث في الدليل بعمق أكبر ونحاول معرفة أين تنتهي الوقائع وأين يبدأ الخيال. من أجل فصل الحقيقة عن الخيال لابد من اتباع سلسلة الأدلة منذ البدء. ذكر اسم آرثر أول مرة في قصيدة تعود إلى العصور المظلمة تمتدح مجموعة محاربين أقوياء. تشبه أحد المحاربين برجل يدعى آرثر، ويبدو أن الرجل الذي يدعى آرثر كان آرثر ملك الأسطورة. إنما أتوا على ذكر اسم آرثر مرور الكرام. هذا مجرد كلام يشير إلى أنه كان له وجود تاريخيا. ألفت القصيدة في العصور الوسطى، أي بعد مرور مئات السنين. وفي هذه الحال هذا مجرد أسلوب تعزيز للقصيدة ردا على شهرة آرثر الجديدة. لم يذكر الملك آرثر صراحة إلا بعد 300 سنة في كتاب ألفه راهب يعتقد أن اسمه نانيوس. تظهر لنا مؤلفات نانيوس التي تعود إلى مطلع القرن التاسع أن آرثر كان اقتباسا من كلامه المترجم إلى الإنجليزية قائد المعركة.
بهذا الدور قاد آرثر البريطانيين في سلسلة معارك ضارية بلغ عددها 12 معركة، حقق فيها الانتصار في النهاية بحمام من الدم يعرف بمعركة ماونت بيدن. في هذه المعركة يقال إن آرثر ذبح 900 وتبدأ الحركة الشعرية. في الحقيقة كل هذه الأحداث شبه خرافية. بداية ثمة صورة لفارس مدجج بدروع يشن هجوما من قصر ضخم شاهرا سيفا طويلا وخطرا. وفقا للخبير بالأسلحة مارك جريفن لم يحصل ذلك على الإطلاق. لم تظهر الدروع ذات الصفائح المعدنية إلا بعد 1000 سنة تقريبا من الزمن الذي عاش فيه الملك آرثر. بدلا من ذلك أكثر درع متطورة ارتداها ملك في القرن الخامس كانت درعا جاهزة ومستعملة. الملابس كانت من العهد الروماني، وبالتالي نحن نبحث عن دروع مبطنة بالجلد، وربما بعض الزرادات أضيفت إلى هذا النوع من الدروع، وهذا ليس كل شيء، فالقصور الحجرية الضخمة لم تكن قد ابتكرت بعد. إذا كان قصر كاملوت موجودا فينبغي ألا يكون مزودا بجدران حجرية ضخمة ولم تكن له أبراج ذات سقوف مسننة. بدلا من ذلك منزل ملك في القرن الخامس أقرب أن يكون بيتا عاديا من الخشب، وليس بالضرورة أن يكون ضخما من حيث الحجم، لكن على الأقل كان آرثر يملك سيفه الموثوق به لحمايته أم لا؟ لم يكن سيف الملك آرثر سيف القرون الوسطى العريض المحبب الحافل بالروايات والأفلام والبرامج التلفزيونية، لأنها مجددا تعود إلى القرن الخامس عشر. سيف ملك من القرن الخامس كان على الأرجح أقصر وغير مزود بقاطع واق، وكان يتمتع بقيمة رمزية كبيرة. في الماضي القديم في عام 500 ميلاديا لم تكن أهمية ملوك بريطانيا تتركز على التاج كالذي كان يحمله ملوك القرون الوسطى، إنما على السيف، فالسيف كان رمز سلطة الملك. من الواضح أن مواصفات مظهر آرثر ورفاقه لم تكن دقيقة جدا، إلا أن الإضافات التجميلية لم تتوقف هنا. يدرس الدكتور ريتشارد باربر أدب العصور المظلمة والملك آرثر منذ الخمسينيات، ويفسر أن إضافات كثيرة انصبت على هذه الرواية على مر السنين. الفكرة الرئيسية حول قصة آرثر تنطلق من فكرة شخصية تاريخية مبهمة، وبالتالي من الممكن إضافة تغييرات كثيرة عليها باستمرار. التغييرات عكست مواضيع شهيرة تعود إلى القرون الوسطى، ومنها فساد الأخلاق والأماكن المقدسة والسحر الأسود، لكن هذه النقاط البارزة حول مجريات الأحداث لم تكن جزءا من القصة الأصلية. لم يكن أحد من عهد آرثر يكتب عنه، وبالتالي نبدأ من ثغرة كبيرة بالغة الأهمية. لكن حدثا بالغ الأهمية قد حل. بعد مئات السنين من الغزوات والحروب هدأت الأجواء أخيرا في بريطانيا. لن نتكلم عن مجتمع يناضل من أجل البقاء، إنما المسيحية بدأ موضوع الكأس يلفت الأنظار. تتضمن الروايات الرومانسية عددا هائلا من المواضيع الروحية، والغريب هو إدراج اللاهوت في الروايات الشعبية، لكن لا بد من أن نتذكر أن هذا الموضوع كان أساسيا بالنسبة إلى الشعب، والذهاب إلى الكنيسة كان أبرز عمل بالنسبة إليهم. وبالتالي تم تعديل رواية آرثر بالمواضيع الدينية بهدف تعزيز جذبها لقراء القرون الوسطى. يعتقد المؤرخ رونالد هاتن أن هذا الواقع ينطبق أيضا على فساد أخلاق بعض الشخصيات من أمثال لانسيلوت وغوينفير. وبرزت هذه الواقعة في مجتمع الشعراء الجوالين والقرون الوسطى والبلاط الملكي الذين سعوا لكتابة قصص عن مشكلات الإثارة والحضارة لأناس أمثالهم. ومن جهة أخرى على الأرجح أن جمهور عصر الظلام لم يهتموا بالوسائل الترفيهية، فإذا كان المسلسل العاطفي ومظاهر القوة من الافتراءات فماذا عن الألعاب النارية والسحر؟ لنفترض أن السحر في القرون المظلمة لم يكن أقوى مما هو عليه اليوم، ففي استطاعتنا على الفور التغاضي عن قصص الأحجار السحرية والنساء اللواتي يعشن في البحيرات. لكن إذا لم تكن هذه القصص روايات موثوقا بها عن أحداث واقعية فما هي إذن؟ في استطاعتنا أيضا إيجاد إشارات إلى جذور هذه الأساطير في الحياة آنذاك. لنأخذ حكاية السيف المستخرج من الحجر مثلا، يفترض أن يكون الشاب آرثر سحب سيفا مسحورا من صخرة حجرية، وبالتالي أكد حقه في أن يتوج ملكا على البريطانيين. في الواقع ثمة أساس لهذه الحقيقة.
إذا أردنا إيجاد بعض الواقعية في هذه الأحداث فيجب أن نتذكر أننا نحصل على السيوف من الحجر عند صنعها، لأنها تسبك من خلال سكب المعدن المنصهر بالقوالب الحجرية، ثم تنزع السبيكة من القوالب وتحصل على سيف صنع من الحجر. ثمة تفسير مماثل لحكاية سيدة البحيرة. بحسب الأسطورة، في مطلع حياته المهنية كسر آرثر السيف الذي سحبه من الحجر، فقامت روح مائية سحرية اسمها سيدة البحيرة باستبداله بالسيف الأسطوري المعروف بإكسكاليبر. تبدو هذه القصة زائفة تماما، لكن المثير للاهتمام أنه وفقا للمؤلفين الرومان كان لدى الشعب السلتي عادة بارزة. خلال الجنازات كان يرمى شيء ثمين يخص الملك، وغالبا ما يكون سيفه، في بحيرة مقدسة أو نهر أو أي جسم مائي كتقدمة لإلهة الماء. فعلى الأرجح أن يكون سيف المستخرج من الحجر وسيدة البحيرة من بقايا أوهام عصر الظلام وتقاليده. تبدو قوة ميرلين الخارقة وناقضته الخبيثة مورغانا أيضا غير قابلة للتصديق، ولكن ثمة تفسيرات مماتة من جذور أسطورية غير مترابطة أيضا. كانت هناك إلهة سلتية قديمة اسمها المورغان، كانت بالأساس إلهة السحر إذا صح التعبير، ومن الممكن أن تكون قصة هذه الإلهة مورغان قد نسجت بحكاية الملك آرثر بطريقة أو بأخرى، وأصبحت حكاية مورغان لوفاي أو مورغانا. يرجح أن تكون المظاهر السحرية في حكاية الملك آرثر قد أخذت مباشرة من الفولكلور الشعبي. هل بقيت أي أحداث من الأسطورة لا تفسر باعتبارها إضافات من القرون الوسطى؟ حالما نزيل كل الزخرفات المبهرجة نصل إلى الجوهر الأساسي للملك آرثر، محارب قوي من عصر الظلام. تشير الأدلة إلى أنه عاش عام 500 ميلاديا تقريبا. كان قائدا عسكريا، خاض معركة ماونت بايدن ووضع حدا لغزو ساحق. لكن هل تصف هذه التفاصيل الواضحة أي من المرشحين الثلاثة؟ سنبدأ بمعركة ماونت بايدن. ما من دلائل مؤكدة تشير إلى وجود رجل اسمه آرثر في هذه المعركة، إنما ثمة رجل يبدو أن قصته حصلت خلال زمن هزيمة ساكسون. تجري أحداث القصة في كتاب تم تأليفه في القرن السادس، تصف قائدا عظيما حشد البريطانيين وهزم القوات الساكسونية، اسمه أمبروزيوس أوريلانيوس وكان رومانيا. على الأقل يربط أحد النصوص القديمة اسمه بالانتصار في ماونت بايدن، لكن عدا ذلك لا نعرف شيئا عنه، على الأقل لا شيء يتعلق بأسطورة الملك آرثر. لكن ثمة رجل روماني آخر قد تختلط إنجازاته العسكرية بقصة أوريلانيوس، أرتوريوس كاستوس، الاسم اللاتيني لآرثر. كان ضابطا رومانيا يخدم في بريطانيا في القرن الثاني، بالتالي يكون أصغر بـ400 سنة ليكون قاتل ساكسون. لكن على مر السنين تبين وجود ترابط بين بعض أساطير آرثر بأرتوريوس، وسبب هذا الترابط يعود إلى انتمائه إلى فرقة جنود خيالة تعرف بالسومرية. الدكتورة ليندا مالكور خبيرة بالدراسات الآرثرية تلقي الضوء على المسألة. كانوا يحملون دروعا مصفحة وسيوفا طويلة يقاتلون بها من على ظهر الأحصنة، وكانوا يحملون راية الملك تحمل صورة رأس تنين في مقدم وحداتهم أثناء خوضهم المعارك. كانوا يشبهون فرسان القرون الوسطى. اشتهر السومريون بعبادتهم سيفا علقة في الأرض في أثناء ممارسة بعض الطقوس الدينية. إضافة إلى ذلك تأتي الأساطير السومرية على ذكر محارب عظيم استخدم إذا صح التعبير، ومن الممكن أن تكون قصة هذه الإلهة مورغان قد نسجت بحكاية الملك آرثر بطريقة أو بأخرى، وأصبحت حكاية مورغان لوفاي أو مورغانا. يرجح أن تكون المظاهر السحرية في حكاية الملك آرثر قد أخذت مباشرة من الفولكلور الشعبي. هل بقيت أي أحداث من الأسطورة لا تفسر باعتبارها إضافات من القرون الوسطى؟ حالما نزيل كل الزخرفات المبهرجة نصل إلى الجوهر الأساسي للملك آرثر، محارب قوي من عصر الظلام.
تشير الأدلة إلى أنه عاش عام 500 ميلاديا تقريبا. كان قائدا عسكريا خاض معركة ماونت بايدن ووضع حدا لغزو ساحق. لكن هل تصف هذه التفاصيل الواضحة أي من المرشحين الثلاثة؟ سنبدأ بمعركة ماونت بايدن. ما من دلائل مؤكدة تشير إلى وجود رجل اسمه آرثر في هذه المعركة، إنما ثمة رجل يبدو أن قصته حصلت خلال زمن هزيمة ساكسون. تجري أحداث القصة في كتاب تم تأليفه في القرن السادس، تصف قائدا عظيما حشد البريطانيين وهزم القوات الساكسونية. اسمه أمبروزيوس أوريلانيوس وكان رومانيا. على الأقل يربط أحد النصوص القديمة اسمه بالانتصار في ماونت بايدن، لكن عدا ذلك لا نعرف شيئا عنه، على الأقل لا شيء يتعلق بأسطورة الملك آرثر. لكن ثمة رجل روماني آخر قد تختلط إنجازاته العسكرية بقصة أوريلانيوس. أرتوريوس كاستوس، الاسم اللاتيني لآرثر، كان ضابطا رومانيا يخدم في بريطانيا في القرن الثاني، بالتالي يكون أصغر بـ400 سنة ليكون قاتل ساكسون. لكن على مر السنين تبين وجود ترابط بين بعض أساطير آرثر بأرتوريوس، وسبب هذا الترابط يعود إلى انتمائه إلى فرقة جنود خيالة تعرف بالسومرية. الدكتورة ليندا مالكور خبيرة بالدراسات الآرثرية تلقي الضوء على المسألة. كانوا يحملون دروعا مصفحة وسيوفا طويلة يقاتلون بها من على ظهر الأحصنة، وكانوا يحملون راية الملك تحمل صورة رأس تنين في مقدم وحداتهم أثناء خوضهم المعارك. كانوا يشبهون فرسان القرون الوسطى. اشتهر السومريون بعبادتهم سيفا علقة في الأرض في أثناء ممارسة بعض الطقوس الدينية. إضافة إلى ذلك تأتي الأساطير السومرية على ذكر محارب عظيم استخدم سيفا قاهرا بواسطة طقوس سحرية متعلقة بالماء. هذا يشبه كثيرا قصة إكسكاليبر. الاسم، الصفة، فتدخل أعداء آرثر بسرعة كبيرة واستولى ابن ألد أعدائه المشعوذة مورغانا على عرش بريطانيا. أصيب آرثر بجرح بالغ في المعركة فانتقل إلى أفالون ولم يره أحد من جديد، وهنا تنتهي الخرافة. لكن أين ينتهي التاريخ وأين تبدأ الحركة الشعرية؟ في الحقيقة كل هذه الأحداث شبه خرافية. بداية ثمة صورة لفارس مدجج بدروع يشن هجوما من قصر ضخم شاهرا سيفا طويلا وخطرا. وفقا للخبير بالأسلحة مارك جريفن لم يحصل ذلك على الإطلاق. لن تظهر الدروع ذات الصفائح المعدنية إلا بعد 1000 سنة تقريبا من الزمن الذي عاش فيه الملك آرثر. بدلا من ذلك أكثر درع متطورة ارتداها ملك في القرن الخامس كانت درعا جاهزة ومستعملة. الملابس كانت من العهد الروماني، وبالتالي نحن نبحث عن دروع مبطنة بالجلد. وربما بعض الزرادات أضيفت إلى هذا النوع من الدروع، وهذا ليس كل شيء، فالقصور الحجرية الضخمة لم تكن قد ابتكرت بعد. إذا كان قصر كاملوت موجودا فينبغي ألا يكون مزودا بجدران حجرية ضخمة ولم تكن له أبراج ذات سقوف مسننة. بدلا من ذلك منزل ملك في القرن الخامس أقرب أن يكون بيتا عاديا من الخشب، وليس بالضرورة أن يكون ضخما من حيث الحجم، لكن على الأقل كان آرثر يملك سيفه الموثوق به لحمايته أم لا؟ لم يكن سيف الملك آرثر سيف القرون الوسطى العريض المحبب الحافل بالروايات والأفلام والبرامج التلفزيونية، لأنها مجددا تعود إلى القرن الخامس عشر. سيف ملك من القرن الخامس كان على الأرجح أقصر وغير مزود بقاطع واق، وكان يتمتع بقيمة رمزية كبيرة. في الماضي القديم في عام 500 ميلاديا لم تكن أهمية ملوك بريطانيا تتركز على التاج كالذي كان يحمله ملوك القرون الوسطى، إنما على السيف، فالسيف كان رمز سلطة الملك. من الواضح أن مواصفات مظهر آرثر ورفاقه لم تكن دقيقة جدا، إلا أن الإضافات التجميلية لم تتوقف هنا. يدرس الدكتور ريتشارد باربر أدب العصور المظلمة والملك آرثر منذ الخمسينيات، ويفسر أن إضافات كثيرة انصبت على هذه الرواية على مر السنين.
الفكرة الرئيسية حول قصة آرثر تنطلق من فكرة شخصية تاريخية مبهمة، وبالتالي من الممكن إضافة تغييرات كثيرة عليها باستمرار. التغييرات عكست مواضيع شهيرة تعود إلى القرون الوسطى، ومنها فساد الأخلاق والأماكن المقدسة والسحر الأسود، لكن هذه النقاط البارزة حول مجريات الأحداث لم تكن جزءا من القصة الأصلية. لم يكن سيرة مخصصة للأوتاد بالداخل ربما تشكل قاعة ولائم ضخمة تليق بقائد مماثل. إذا كان آرثر حقيقيا بالفعل يكون بحاجة إلى قلعة، ويبدو أنه تم ترميم قلعة كادبري بشكل مكثف في الفترة الزمنية المناسبة. قلعة كاميلوت الحقيقية معقولة ظاهريا، لكن توجد مشكلة. لا وجود لأي رابط فعلي مع آرثر نفسه على الإطلاق. لا شيء سوى تقليد محلي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. إقامة هذا الترابط مع آرثر يتطلب منا إيجاد دليل حسي أكثر أو دليل خاص وفريد في نوعه، كحكاية شهيرة على سبيل المثال. قد يحالفنا الحظ هنا. على مسافة قصيرة من كادبري ثمة آثار قلعة وينشستر الشهيرة، وعلى أحد جدران القلعة علقت طاولة مستديرة ضخمة جدا وقديمة كثيرا. هذه تحفة مهمة يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتتسع لكل فرسان آرثر. إنما ولسوء الحظ ليست الطاولة المستديرة المطلوبة، فتحاليل تحديد عمر الكربون التي أجريت في السبعينيات بيّنت أنه تم صنعها في القرن الثالث عشر، أي بعد 800 سنة تقريبا. هذه مجددا أسطورة جديدة. إن كان هذا الأمر صحيحا فمن الممكن أن تكون كاميلوت في أي مكان، إنما إذا كان موقع قلعة آرثر غامضا فموقع مكان ولادته الأسطوري ليس بغامض. من المفترض أن يكون في قلعة تنتاجل على الساحل الغربي من مقاطعة كورنوول. لسوء الحظ وعلى غرار أجزاء كثيرة من الأسطورة لم يتم ذكر موقع مسقط رأس آرثر إلا بعد 600 سنة من مماته. فمن السهل بالتالي أن نقول إنها قصة قديمة مرتبطة بموقع ولا يتعلق فيه أبدا، ولا يوجد أي دليل يثبت وجوده. مثل قلعة كادبري لم يتبقى سوى القليل من البنية الأساسية، ويعود تاريخ هذه الأثار المدهشة هنا إلى القرن الثالث عشر فقط. لم يتبقى من بنى العصور المظلمة سوى بعض الأساسات الحجرية المكسوة بالأعشاب. لكن على الرغم من عدم توافر الكثير للاستمرار لدينا معلومات كافية. وهناك أمر مهم جدا، فدراسات الآثار أظهرت مؤخرا أن تنتاجل كانت موقعا ملكيا عظيما في عهد الملك آرثر تحديدا. هل يعقل أنها كانت موقع ولادة ملك صغير؟ خلال أعمال التنقيب عثر علماء الآثار على قطعة حجرية نقشت عليها أحرف اسم قرئت بصعوبة، وهي ألف راء وتاء، ممارسة بعض الطقوس الدينية. إضافة إلى ذلك تأتي الأساطير السومرية على ذكر محارب عظيم استخدم سيفا قاهرا بواسطة طقوس سحرية متعلقة بالماء. هذا يشبه كثيرا قصة إكسكاليبر. الاسم، الصفات والسيف، كل هذه المقومات تشير إلى الملك آرثر، إلا أن هناك فرق 400 سنة. لكن لا يتفق الجميع على أن الملك آرثر كان روماني الأصل. فالباحث المتخصص بالتقاليد الآرثرية جيفري آش يجري بحوثا عن آرثر منذ 50 سنة، وبعد عشرات السنين من معاينة الأدلة القديمة يعتقد أنه حصل على معلومات مهمة حول حقيقة هوية آرثر. يراهن على حاكم يعود إلى عصر الظلام يدعى ريو تاموس. هذا الملك عالي الشأن هو مرشحنا الثاني، وهو يملك بعض المواصفات الملائمة. حقق إنجازات كثيرة كان يفترض أن يكون آرثر قد حققها. تثبت الوثائق التاريخية أنه عاش في الحقبة الزمنية المناسبة. لكن بالنسبة إلى آش، العامل الحاسم هو بعثة ريو تاموس الشهيرة لما يعرف اليوم بفرنسا الحديثة. قصد تلك البلاد بمهمة إنقاذية هي مساعدة إحدى الإمبراطورية الرومانية على محاربة الجيش البربري.
استدعي الملك من بريطانيا مع جيش بأعداد هائلة عبر القناة وقاتل القوط. مبدئيا يبدو هذا الأمر غير مهم البتة، إنما الملك آرثر قام بالفعل أسفارا عدة، وليس إلى أماكن عادية مثل ريو تاموس، سافر إلى فرنسا. انتهت حملة ريو تاموس بالهزيمة نتيجة خيانة كبيرة، وتقريبا هذا ما حصل مع الملك آرثر. وفقا للأسطورة ترك فارسا يدعى موردريد ليتولى حراسة قصر كاميلوت، إنما موردريد كان عميلا مزدوجا، وكان في الحقيقة ابن المشعوذة مورغانا. وموردريد الخائن هو من استولى على العرش وتسبب بجرح آرثر المميت. هذه الإصابة أرغمت آرثر على الرحيل إلى أفالون الأسطورية، وهنا مجددا نلاحظ تقاربا بين آرثر وريو تاموس. فريو تاموس اختفى بعد وقت قصير من تعرضه للخيانة، وآخر مرة شوهد فيها كانت في موقع مثير للفضول. عند إلقاء نظرة تاريخية سريعة على حياته ندرك أنه كان متجها إلى بيرغندي، وهي منطقة تتضمن فعلا مدينة اسمها أفالون. هل مدينة أفالون هذه مصدر الوحي الحقيقي للجزيرة الأسطورية؟ تحمل قصة ريو تاموس شبها كبيرا لأسطورة آرثر، والمفارقة الوحيدة فيها هي الاسم. يتملكهم الجشع وليسوا أثرياء مثله. وما زاد الطين بلة أن النظام الإقطاعي بدأ يظهر بين أبرز الحكام البريطانيين أصحاب الأراضي الكبار.